شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجمهور صورة عائلية للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد تجمعها بزوجها سلطان وابن تركي يلي ظهرت للعلن وللمرة الأولى بعض ملامح وجهه، وحملت بلقيس عبارة مكتوب عليها أنا أصغر واحد، بينما حمل زوجها عبارة العيد مع عائلتنا أحلى، وعلقت بلقيس على الصورة وقالت أنا وعائلتي الصغيرة من إلكن فطر سعيد وكل عام وإنتو بخير. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.